والفايبرز اللي في الناحيه دي بتعمل كروس للناحيه الثانيه فتعمل بلج. دكتور انا دايما اشبهها للطلبه ايه، بان شكل واحده مثلا بتسرح شعرها، فلما جت تسرح شعرها عملت فرق في النص. لو واحده عملت فرق في النص ونزلت شعرها ده وده هينزل الشعر مش هيحصل بلج، هتحط الحجاب هيبقى لازق على راسها. لان جت تستعبط وجابت الشعر اللي هنا جابته الناحيه الثانيه، وجابت الشعر ده جابته الناحيه دي اللي هو شينيو، هيحصل ايه في الحجاب؟ هيطلع لفوق. يبقى سبب البلج الثالث ان الفايبرز اللي من البونز بتعمل كروس للاوبد سايد عشان تخش للسيربيلا من الناحيه العكسيه، فالكروسنج اوف بون تو سيربيلر فايبرز ده السبب الثالث للبلج. فمحدش يقول لي دكتور انا ما لاحظتش البلج او ما علقتش عليه، ده اهم حاجه تميز البونز. فيبقى في 3 كوزز اوف بلج اوف ذا بونز، والبلج ده للانتيريو اسبكت، وده قلنا ذا موست بروميننت بارت. كاكستنشن البونز يعتبر اللينك ما بين ميد برين فوق وميدلة تحت. طيب تعالى بقى دكتور اتكلم على البارس اوف ذا بونز. كل احنا قلنا في المظله المره اللي فاتت ان المظله بنقسمها الى جزئين، اللور بارت سميناها كلوزد مظله، والابر بار سميناها اوبن مظله. بالمناسبه هنا المظله اللون الازرق. اما البونز هنقسمها الى جزئين، الجزء الانتيرير هو الاكبر يسموه انتيرور بارت او بازيلر بارت. ليه بقى سموه بازيلر؟ الاجابه هنا في الصوره اللي فوق، بازيلر بارت ده الانتيرور بارت لانه نايم على السكالا على حاجه اسمها بازيلر بارت اوف اوكسيبيتال بون اللي هي الزحليه اللي اسمها كلايبس، فيبقى ده البازيلر بارت. غير كده ربنا خلق ارتري اسمه بازيلر ارتري، والبازيلر ارتري بيمشي على البازيلر جروف اللي هو في الفرنت بتاع البونز، هو ده البازيلر ارتري اللي هو اتحاد مين؟ اتنين فيرتبرال. فيبقى الانتيرور بارت اسمه بازيلر بارت. ليه اسم تاني باللاتيني؟ تعرف الاناتومي احنا الامور سهله لازم نعقد الامور شويه، فيسموه اسم تاني زباله شويه بيزز بونتس من البازيلر بارت، فبازيلر بارت وخلاص. الجزء الخلفي البوستيرو بارت من الميد برين يسموه تيجمنتال بارت، تيجمنتال يعني غطاء او لحاف او كفر، هو ده الجزء ده يسموه تيجمنتال، وده اللي فيسنج الكابيتي اللي وراه اللي اسمها ايه؟ فورث فنتركل. لما نيجي بعد شويه نيجي نكمل نقول لك الميد برين متكون الجزء الامامي منه ده، الجزء الخلفي منه يسموه برضه تيجمنتال. فالتيجمنتال بارت اللي في الميد برين هيبقى كونتينوس مع التيجمنتال بارت اوف ذا بونز. يبقى انت عندك انتيرو بارت بازلر او بيزس بونتس، وبوستيرو بارت اسمه تيجمنتال. هو ده البونز على بعضه كله على بعض، هو ده من هنا الى هنا ده البونز. تعال بقى نتكلم على الديسكريبشن. لما اوصف البرين ستيم يا قلنا نوصفه من الانتيرو سيرفيس يا اما من البوستيرو سيرفيس، فالرسمه دي تجيبه لي الانتيرو سيرفيس. بعدين نبص على الرسومات اللي هنا. بالنسبه للانتيرو سيرفيس بتاع البونز الاقي فيه جروف اسمه بازلر سالكس ماشي فيه بازلر ارتري. بعدين الفايبرز دي يسموها ترانسفيرس بونتاين فايبرز، وهي هتبدا من البونز عشان تخش في مين؟ قلنا في السيربيلم. يعني السيربيلم عندي هو كانه ده، ده المنطقه دي هي السيربيلم، الجزء ده السيربيلم، فالفايبرز دي هتخش السيربيلم فيسموها بونتو سيربيلر فايبرز. طب الحاجه المميزه الفايبرز لما هتيجي تجمع هتعمل هنا باندل، الباندل دي هي الاكزيت او الجيت اللي من خلالها الفايبرز تدخل او تخرج من السيربيلم للبونز، فيسموا الباندل دي ام سي بي. ام يعني ميدل، سي سيربيلر، والبي بدانكل. فيبقى الميدل سيربيلر بدانكل عباره عن ايه؟ الكونفرجنج فايبرز بتاعت الترانسفيرس بونتاين فايبرز اللي داخله او خارجه من السيربيلم. بيسموها اسم تاني الميدل سيربيلر بدانكل عشان لو لقيتوه في الام اس كيو يسموه بريكيام بونتس. ماشي، بريكيام يعني ايه؟ بونتس يعني ايه؟ بريكيام يعني ارم، وبونتس من البونز، فدي اذرع البونز. يبقى البونز كاني انا كده طالع لي دراعين، كل دراع اسميه ميدل سيربيلا بيدانكل او بريكن بونتس. فيبقى في الفرنت بتاع البونز عايز ثلاث معلومات، بازل السالكس فور بازل ارتي فول ستوب، ترانسفيرس مونتاين فايبرز، والكوليكشن بتاعهم يجي لاتر يعمل ايه؟ ميدل سيربيلا بيدانكل. فاكرين المره اللي فاتت في المحاضره كنا قلنا في المظله في عندي تو جروفز لاترالي وان جروف ميديان، الميديان اسمه انتيرو ميديان، والاثنين دول اسمهم ايه؟ انترو لاترال. فكروني كده كان ايه النيرفز اللي خارجه؟ من الانترو لاترال سالكس كان يطلع نيرف اللي هو مين؟ هايبوجلوسال. والبوستو لاترال 3 نيرفز يطلعوا اللي هم 9 و10 و11، دول اسمهم لور فور كرينيال نيرفز. تعال نشوف البونز الفرنت بتاعه، الفرنت بتاعه يظهر فيه فور كرينيال نيرفز اللي هي ارقام اللي قبل كده. اول واحد هو ده وطالع بتو روتس، لارج سنسوري وسمول موتور،
وده اكبر كرينيال نيرف ثيكست اللي هو خامس تراجمنال. لما اقول لك الاتاشن بتاعته ماسك فين تقول لي ماسك ات ذا جانكشن ما بين الترانسفيرس فايبرز والميدل بدانكل او في الموست لاترال بارت من البونز من الفرنت بتاعه. ده الخامس بالتورس بتاعه. بعد كده رقم كام؟ 6. السادس يطلع من هنا ويمشي على البونز كده. السادس اللي هو اسمه ابديوسن في الجانكشن ما بين بي اند بي. البي الاولى البونز والبي الثانيه بيراميد. الاورجن ده هو السربيلم. الانجل دي بقى بصوا بقى الانجل دي اللي ما بين المظله من تحت ولاترال سربيلم وفوق البونز يسموها بونتو سربيلر انجل او اوقات استعبطوا سربيلو بونتاين. هي المفروض ايه؟ بونتو مدلري سربيلر. بس نعديها بقى مش مشكله. فيبقى الانجل دي ريليتد للبونز بيطلع عندها تو كرينيال نيرفز اللي هو رقم 7 اللي هو الفيشل و8 الفيسيبل كوكلر او الاوديتوري نيرف. فيبقى لما اقول لك وات ار ذا سوبرفيشال وات ار ذا كرينيال نيرفز ريليتد تو ذا بونز تقول لي رقم كام؟ 5 و6 و7 و8. مضلة نكمل بعد كده يبقى ايه؟ 9 10 11 12. اذا المتاح للميد برين اول اربعه على الاقل. لسه هنقول بعد شويه يعمل ايه اول اربعه. يبقى كان بقول كل جزء من بريستم مؤقتا مؤقتا بس في تعديل هياخد اربعه كرينيال نيرفز يعمل لهم اتاتشمنت كده. ده خلصنا ايه البونز من قدام. بتفتكر بلس سبلاي بتاع البونز ايه؟ القاعده بتقول لك هتعدي هتهدي. ده قاعده بينا وبين بعض. يعني الارتري اللي هيعدي من مكان يدعم السبلاي. البازلر ارتري ده هيعمل سبلاي يدي بونتاين برانشز. ده المين سبلاي. بنقول مين سبلاي يبقى فيه اديشنال سبلاي اكسسوري اضافي. بس انا بتكلم دايما على الاساس الاهم واحد. تعالى نعمل ايه كده بس اتكلمنا على البونز من قدام. هنقلب البرينستم ونبص عليه من الباك. اهو ده البونز اللي اتكلمنا البازلر بارت وده الباك. لما اجي اتكلم على الباك احنا قلنا سمينا الباك ايه؟ تيجمنتال بارت. اهو ده البونز قدام كده. بصوا يا جماعه معايا شايفين الرسمه دي الاول؟ ده البونز دي اللي اسمها ترانسفيرس بونتاين فايبرز. شايفين مين ده؟ بازل ارتري. وايه دول يا ولاد؟ فيرتبرال. ايه الخيط ده؟ السادس اللي هو الابديوسنت. عرفته ازاي؟ ما هو اللي طالع لي من عند البيراميد وطالع لفوق. فده يبان جدا ده السادس رقم 6 ابديوسنت. طبعا النقطه دي لو اشار عليها اسمها ايه؟ شوف الاستراكشرز اللي عندك مين؟ ده بونز ودي مظله وده مين؟ سيربيلم. دي اسمها بونتو سيربيلر انجل. لازم تعرفها لان في تيومرز بيجي في الاطفال في المنطقه دي في البونتو سيربيلر انجل. فتتوقع ان هيعمل كومبريشن لاي اعصاب. يسموها سيربيلو بونتاين تيومر سندروم او مشهور جدا. طب تعالى بقى نشوف ال سيبك من الرسم. تعالى نشوف بقى الباك بتاع البرين ستيم. بصوا يا شباب ده الباك بتاع البونز. انا همسك البونز ابص عليه من ورا. الباك بتاع البونز هو الجزئيه دي بس المثلث ده. دكتور هو المثلث ده هيبقى تحتيه الكل تحتيه ده تحت الخط ده المتقطع يعتبر ايه؟ مظله. قسم المظله الى جزئين. الجزء ده اللي احنا قلناه امبارح اسمه كلوزد والجزء اللي فوق ده اسمه اوبن. فاذا لو قلنا اتكلمنا على الباك بتاع البونز اللي اسمه تيجمنتال بارت هيقول لك ان هو ايه؟ اتز شكله تريانجولر ان شيب سيبريتد من المظله بالفايبرز دي. الفايبرز دي سموها مظلر استرايا. ايه حكايه الفايبرز دي؟ معلومه يعني كحه شويه. هنمسح ده كده ونبص على المظله تاني. ده الانتيرو ميديان فيشر. المنطقه اللي عليها حرف البي بيراميد. في نواه اسمها اركوت نيوكليس. شكلها زي القوس كده اركوت نيوكليس. الاركوت نيوكليس دي بيطلع منها فايبرز. الفايبرز نوعين. نوع يطلع ويكمل لقدام ويخش السيربيلم وتبقى باينه على السيرفيس بتاع المظله فيسموها اكسترنال اركوت فايبرز. بس لقوا ان الاكسترنال اركوت فايبرز فيه نوعين. في نوع يبان على المظله من قدام وفي نوع يبان على المظله من ورا. فنسميها ايه؟ انتيريور اكسترنال اركوت فايبرز. دي طالعه من البيراميد من نواه اسمها من فوق البيراميد اسمها اركوت نيوكليس. في بقى جزء من النواه من الفايبرز بتاعت من الفايبرز بتاعت النواه دي يرجع لورا. عشان اشوفها عايز اعمل سكشن. السكشن اللي هعمله ده كاني انا اللي شايفها دي هي المظله. هعمل ترانسفيرس سكشن وهعتبر النواه دي شايفين دي اللي اسمها ايه؟ اركوت نيوكليس. هيرجع فايبرز من الاركوت نيوكليس باكورد. دي الفايبرز اهي.
ودي نفس الكلام الفايبرس على الناحية التانية. وبعدين تعمل كل واحدة منها ديكاسيشن وتروح للأوبوزيت سايد، تبان لي في الباك مش في الفرنت بتاع المظلة، ده فرنت وده باك. الفايبرز اللي عاملة ديكاسيشن دي اللي اسمها ميدلر استرايا. يبقى الميدلر استرايا اللي انا هشوفها هنا عبارة عن اكستنشن، باكورد اكستنشن للفايبر بتاعت النواة اللي اسمها اركوت نيوكليس. عشان يبان لك الحركة بقى ان الفايبرز راجعة لازم اخد سيكشن ايه؟ ترانسفيرس سيكشن. ده يبان لك فين؟ هيستولوجي. فالمفروض الهيستولوجي بيكملنا كاناتومي. فدي اللي اسمها ميدلر استرايا، هي عبارة عن بوستيرو فايبرز كامينج فروم ذا اركوت نيوكليس. طيب الفايبرز دي هتفصل لي الجزء اللي فوق اسمه بونتاين بارت واللي تحت ميدلري. اللي هرسمه دلوقتي ده شكله، الشكل اللي انا شايفه ده شكله تقريبا كانه دايموند، يسموه ذا فلور اوف فورث فنتركل. في الرسمه دي مش الجزء ده تبع البونز اللي اسمه ايه يا شباب؟ تيجمنتال بارت. والجزء ده اللي انا شايفه هنا ده، ده كده يا اولاد اوبن ولا كلوزد؟ اوبن. فين الفورث فنتركل؟ من هنا الى هنا ده الفلور. يبقى الفلور اوف فورث فنتركل متكون من ابر بارت هو البونتاين بارت ما بين قوسين اسمه تيجمنتال، واللور بارت هو الباك بتاع اي مظله اوبن ولا كلوزد؟ اوبن. انا عندي هنا بينزل السي اس اف، يخش حاجه اسمها سيربال اكويدكت في الميد برين، يخش على الفورث فنتركل ومنه ينزل على المظله، يخش من فتحه، الفتحه دي توصلني على حاجه اسمها سنتر كانال بتاع الكلوزد مظله. الفتحه دي انا عارف ممكن مش بيبقى في الشيت ولا حاجه، كحه اسمها اوبكس اللي هي ايه؟ الابر اند اوف سنترال كانال. كده لما اجي اقول لك ديسكاس ذا فلور اوف فورث فنتكل يبقى كاني بسالك ايه؟ احنا عندنا مثلا في جامعه القاهره بدل ما نسالهم برين ستيم نضرب لهم ثلاث عصافير بعصفور واحد، انا عايز اساله بونز ومظله وفورث فنتكل. اقوم اقول جيب لهم سؤال ايه؟ ديسكاس ذا فلور اوف فورث فنتكل. مني هضمن ان الطالب قرا الفورث فنتكل وذاكر البونز وذاكر المظله. فيبقى ده حاجه مهمه جدا اللي هو الباك بتاع المظله، هنقوله بعدين، احنا لسه ده الباك. بتاع البونز والمظله قلناهم مش لسه. طيب تعالى بقى ايه كده، خلصنا كده البونز. في بقى سندرومز هنجمعهم في الاخر تحت كل برين ستيم، هعمل لهم تجميع في الاخر. تعالى نتكلم على الجزء اللي بعديه اللي اسمه الميد برين. بالنسبه للميد برين بقى لو جينا وصفناه كديسكريبشن، لما اجي اذاكر، لو سمحتوا اخد الجنرال فيتشرز. يعني ايه؟ يعني في طريقه تانية للمذاكره، اخد كل جزء على بعضه، يعني مثلا ميد برين كامل، بونز كامله، مظله كامله. في طريقه تانية اللي هي مذاكره عشان افهمها كويس، اقعد فرنت لوحده كله على بعضه اوصفه، اخلص اخد باك. انا بفضل الطريقه دي في المذاكره يعني، كل واحد حر طبعا يعني. لو جينا اتكلمنا على الميد برين اللي هو الابر موست بارت، عرفناه هنقول ايه؟ ده الابر موست بارت اوف برين ستيم، وده شورتست بارت طوله سنتي ونص 2 سنتي. وده يعتبر اللينك ما بين ايه؟ الجزء اللي فوق الميد برين ايه؟ ده عليه حرف الام ميد برين، وده بونز وده سيربال وده مظله. الجزء اللي فوق يسموه داينكيفالون. الداينكيفالون اهم جزء فيه الثالامس. الجزء اللي تحت الثالامس اسمه سب ثالامس عليه حرف الاس. فلما اقول لك قول لي الاكستنشن بتاع الميد برين تقول لي ما بين مين ومين؟ عايز تقول لي ما بين الداينكيفالون تحديدا السب ثالامس فوقه وما بين مين؟ البونز. يبقى ده عرفت بيه السايت. سمعنا فين الميد برين في الهيد ونك؟ ميد برين سمعناه فين؟ اكسلنت. كان في عندي حاجه كده فولد من الديوره شكلها كده موجوده في البوستيرو كانيه الفصه اسمها تنتوريوم سيريبيلاي. كان البوردر ده الانر يسموه تنتوريال نوتش. الميد برين بيبقى موجود هنا لو عملنا سيكشن في البرين ستيم. فيبقى الميد برين از سراوندد باي ذا تنتوريال نوتش. كده عملت لينك او بالانر بوردر او فري بوردر بتاع التنتوريوم ما بين هيد ونك ونيورو. كده خلصنا السايت. طب هسيبكم لسه ضايف في الاخر. لو جينا نوصفه بقى كبارتس، بيتقسم الميد برين الى جزئين. الجزء الانتيريور هو الجزء الاكبر يسموه سيريبرال بيدانكل. خلي بالكم سيريبرال مش سيريبيلر. ليه بقى سموه سيريبرال؟ لان انت لو عايز تودي اوردر من البرين تنزله للسباينال كورد، او العكس من السباينال كورد للسيريبرم، اللينك بتاعتك هو الميد برين. ويتش بارت اوف ميد برين اللي هعمله تظليل، الانتيرو بارت ولا البوستيرو بارت؟ الانتيرو بارت. فيسموه السيريبرال بيدانكل، ساق المخ اللي هو ده. ده منظره في السيشنال سيكشن، لكن لما ابص من قدام هيبقى شكله عامل كده، دراعين مفتوحين.
الجزء الخلفي ده يسموه تكتم. القناة الفاصلة والواصلة، في حاجة اسمها همزة وصل، في حاجة اسمها همزة قطع، صح؟ القناة الفاصلة والواصلة، ايه الفاصلة والواصلة؟ القناة دي يا ولاد اللي هتقسم الميدبرين الى جزئين يسموها سيريبرال اكويدكت اوف سيلفيوس، دي بعتبرها فاصلة وواصلة. فاصلة ايه وواصلة ايه؟ تفصل الميدبرين الى جزئين، لارج انتيرو بارت اسمه سيريبرال بيدانكل، وسمول بوستيرو بارت اسمه تكتم. اذا هي فاصلة ولكنها في نفس الوقت واصلة. ليه واصلة؟ بتوصل لي كافيتي تحت اسمها ايه؟ فورث فنتركل. بكافيتي فوق موجودة الكافيتي دي على الداينكفالون اسمها الثيرد فنتركل. يبقى لما نقول لك الاكويدكت عبارة عن ايه؟ الفاصلة والواصلة، تفصل الميدبرين الى جزئين وتوصل تو كافيتيز، كافيتي موجودة فوق اسمها الثيرد فنتركل، بكافيتي تحت اسمها فورث فنتركل. كده خلي بالكم احنا برين ستيم امتى قلنا المقسوم كل جزء الى انتيرو بوستيريور؟ في الميد برين قلنا انتيرو بوستيريور، في البونز قلنا انتيرو بوستيريور، لكن في المظله قلنا ايه؟ ابر ولور. تعالى بقى على الجزء ايه اللي هو الانتيرو بارت اللي اسمه السيريبرال بيدانكل، هنقسمه الى ثلاث اجزاء. هنبدا بالجزء الامامي. الجزء الامامي فيه الفايبرز اللي اسمها بيرابيدال تراكت نازله، يسموه ده الجزء ده كراس سيريبراي، سي سي يعني زباله. المهم فده اللي اسمه كراس سيريبراي او الانتيرو بارت، بلاش الاسم ده ينكد. فيبقى ده الكراس سيريبراي اللي هو الموست انتيرو بارت اوف ذا سيريبرال بيدانكل، الجزء اللي قدام ده. الجزء اللي بعديه بيبقى لونه دارك، معلش ما عندناش حاجه دارك، مليان ميلانين بيجمنت، فلونه دارك براون او بلاك حتى. الميلانين يخلونه اسود او داكن، فيبقى اسمه سبستانشا نيجرا، نيجرا زنجي. على فكره نيجرا دي كلمه عيب، نيجرو دي كلمه مش ظريفه يعني شتيمه يعني. هما الامريكان ما يقولوش نيجرو، يقول افريكان امريكان، فبل او بلاش نيجرا دي وحشه يعني، بس في الطب عندهم يقولوا نيجرا ده. فدي سبستانشا نيجرا، الماده الزنجيه. اما الجزء اللي ورا ده اللي في الخلف هو ده الجزء اللي هيكمل مع الجزء البوستيريو بتاع البونز، فيسموه تيجمنتال بارت. يبقى انت اجزائك كام جزء؟ ثلاثة. اللي قدام اسمه كراس سيريبراي، اللي في المنتصف سبستانشا نيجرا، اللي ورا تيجمنتم. ايه اهميه الكلام الفاضي ده؟ هنبدا بالكراس سيريبراي، هينزل فيه بيرامدال تراكت، وبعد كده هتخش على البونز. الجزء اللي بعديه سبستانشا نيجرا ده يعتبر اكسترا بيرامدال سنتر. ما احنا قلنا دايما لما ينزل بيرامدال تراكت ربنا يخلق لازم جنبها اكسترا بيرامدال، بدليل في المظله كنا قلنا هنا اسمه بيراميد، كان فيه هنا نواه شكلها زي الزيتونه اسمها اوليف، بنعتبرها سنتر ايه؟ اكسترا بيرامدال. ما بينزلش البيرامدال في مكان غير لازم جنبيه اكسترا بيرامدال سنتر، فالاكسترا بيرامدال سنتر عندي اسمه سبستانشا نيجرا، وده مليان ميلانين بيجمنت، وده السبب ان هو يبقى دارك، دارك براون او بلاك. الجزء اللي ورا اسمه تيجمنتم، ده فيه نيوكلياي وفيه تراكس. التراكس اللي فيه جايه من المظله داخله على البونز على التيجمنتال بارت وداخله هنا، اللي هم السنسوري تراكس. انتوا لسه طبعا ما خدتوش هيستولوجي، فلما قالوا لكم ايه؟ ان احنا مثلا لو ده سكشن في السباينال كورد، ده سباينال كورد، والجزء اللي فوق ده اعتبره برين ستيم. التراكس السنسوري تمشي في السباينال كورد اسميها تراكت، لما دخلها سباينال برين ستيم اسميها لمنسكس. انا اللمنسكس بيبقى جواها باندل اوف تراكس، مجموعه تراكتس، فيبقى تراكت على مستوى سباينال كورد. دخلت برين ستيم يبقى اسمك لمنسكس. انت عندك كام لمنسكس؟ عندك اربعه. اربعه طبعا على ايه؟ على ايتش سايد يعني، على كل ناحيه في اربعه. الاربعه دي ده خط المنتصف من لاترال تو ميديال، كلمه لاستوم ال اس تي ام تبقى اساميهم ايه؟ لاترال سباينال تراجيمينال، والاخير واحد اسمه ميديال. يعني اول المنطقي ان اللي جوه موست ميديال ميديال، والموست لاترال لاترال، بس الترتيب لاستوم لاترال سباينال تراجيمينال اند ميديال. التراكس دي التراكس دي هنا في السباينال كورد اسمها مثلا سباينال ثلاميك دورسال كولم، لما اخش برين ستيم يبقى سمعتها اسمي لمنسكاي. اللمنسكاي دي هتبقى ماشيه فين؟ ماشيه في الباك هنا كده في المظله، ودخلت على التجمنتال بارت، ودخلت على التجمنتال بارت اوف ميد برين. اذا لو انا قال لك ايه؟ حصل لي ليجن في التجمنتال بارت اوف ميد برين، تتوقع افقد ايه؟ سنسيشن، افقد الاربعه لمنسكاي، واللمنسكاي دي بتبقى جايبه سنسيشن من الاوبز سايد اوف ذا بودي. يعني انا عندي لو جينا حبينا نعمل رسمه صح اكتر نعملها كده، وده خط المنتصف.
يعني اللي السكاي دي هنا لو عملت لها دامج في الناحيه دي افقد فين السنسيشن اوف ذا سايد. يبقى دي كده المفروض اللي هو المكان اللي فيه السكاي السنسيشن السنسوري تراكس او الاكستنشن بتاع السنسوري تراكت في السباينال كورد اللي انا اتكلمت عليه. جزء اسمه ايه على بعض؟ سيريبرال بيدانكل. الموس انتيرو بارت اسمه ايه؟ كراس سيريبراي. ده في سكشن شكله ايه؟ ساشتل. لكن لما جه بص من قدام اهو ده اللي قدام شايفه ده الانتيرو فيو اهو ده السيربا بيدانكل. بس الشاطر ما اقولش سيربا بيدانكل، انت بص على الجزء الامامي من البيدانكل اللي اسمه ايه؟ كراس سيريبراي. طب الكراس سيريبراي ده لو احنا شفنا هيقابلوا بعض عند الابر بورد بتاع البونز بس سيبريتد عن بعض بسبيس يسموه انتر بيدانكلر فصه. يبقى الانتر بيدانكلر فصه ده السبيس اللي ما بين الاثنين سيريبرال بيدانكلز. ولو حابين ناكده كرسمه اكتر هيبقى ادي ال ادي الانتر بيدانكلر فصه شكلها تقريبا برضو دايموند او رومبويد. احنا في النيورو اناتومي في معينين مقدسين. المعين الاول هو الباك بتاع البونز المضله اللي هو الفلور فورث فنتركل. المعين الثاني اللي اسمه انتر بيدانكلر فصه اللي هو ده اللي ما بين اثنين كراس سيريبراي او مجازا ما بين اثنين سيريبرا بيدانكلز وخلاص. طب دكتور الكراس سيريبراي اللي انا شايفه ده بيبقى كروسد بمجموعه من الفايبرز. ايه مجموعه الفايبرز؟ اول حاجه هعتبر ده الاوبتيك نيرف جاي من العين. الاوبتيك نيرفز احنا عارفين ان التمبورال فايبرز منه بتمشي في نفس الناحيه. اما النيزال فايبرز بتخش تعمل كروس اوف ذا سايد. يقوم يعملوا حاجه اسمها اوبتيك حاجه. كيازما. الكيازما هيطلع منه حاجه اسمها اوبتيك تراكت. التراكت هتعمل كروس للميد برين. الاوبتيك تراكت دي كماله الاوبتيك نيرف اللي هو رقم كام ككريان نيرف؟ رقم 2. يبقى تاني كريان نيرف ليه علاقه بالميد برين. النيرف اللي بعد كده اسمه اوكيلوموتور. الاوكيلوموتور نواته موجوده في الباك بتاع الميد برين هنا. هتعمل ايه؟ النواه ورا تخرج الفايبرز من ورا وتطلع لي من هنا من الحته دي. هعمله اهو ده الاوكيلوموتور نيرف رقم 3. يبان ككونتنت من الفصه اللي اسمها انتر بيدانكلر فصه. يبقى انا ليه علاقه بالتاني وبالتالت. تاني وتالت واحد. الكرين نيرف بعد كده رقم 4 اسمه ايه؟ تروكلير. لو جينا نرسمه هجيب الميد برين من قدام هقلبه من ورا. الجزء الابيض ده هو الميد برين. نواه الكرين نيرف رقم 4 مكانها هنا. دي كانها تروكلير نيرف. بتعمل ايه؟ كل نواه بيطلع منها فايبرز. تروح تعمل كروس الاوبد سايد عشان تكمل على الفرنت. يعني ده تروكلير نيرف. كل تروكلير نيرفز النواه موجوده في الباك. تخرج لي فايبرز تمشي على الباك بتاع الميد برين. وتبلي على السطح. وده الكرينيان نيرف الوحيد اللي ليه فايبرز تبقى ماشيه بالباك بتاع البرين ستيم. كل كرينيان نيرف ناخده الفايبرز بتاعته ما بشوفهاش غير من الفرنت. ذا اونلي كرينيان نيرف ده اسال اورال اللي كان كود بي سين الفايبرز بتاعته على الباك برين ستيم هو التروكلير. وخلي بالكم في حاجه اسمها تروكلير ديكاستيشن. اليمين يروح للشمال والشمال يروح لليمين. هيعمل ايه التروكلير نيرف؟ هيقوم يظهر لي هنا. يظهر لي على ايه؟ يظهر لي على الباك الفرنت بتاع الميد برين. بس تحت ده رقم 4 هو جاي من ورا كده. كلاهما جاي من ورا التالت والرابع. بس واحد يبان ميديا الواحد يبان ايه لاترال. يبقى الكرينال نيرز اللي ليها علاقه بالميد برين رقم كام وكام؟ 2 و3 و4. هو بيني وبينك مش 2 اصل رقم 2 اسمه اوبتيك نيرف اللي انا ليه علاقه بالبرين ستيم ميد برين اوبتيك تراكت اللي هي كانها كماله الاوبتيك نيرف رقم 2. مين اللي ملوش دخل بالموضوع برين ستيم؟ رقم 1 اصل الاولفاكتور مش محتاج يروح برين ستيم. ليه؟ جاي لي من النوز. ادي مثلا النوز يروح على طول على الارياز الفرونتال لوب مش محتاج يروح للبرين ستيم. يبقى الوحيد اللي مالوش اتاتشمنت بالبرين ستيم هو ذا فيرست كرينيال نيرف. اول الميد برين خد الثاني والثالث والرابع. البونز خد الخامس والسادس وسابع وثامن. مضله من 9 لحد 11 مع بعض و12 لوحده. يبقى ده اسمه ايه؟ سوبرفيشال اتاتشمنت اوف كرينيال نيرفز. يبقى لما حد يسالك في الاورال قول لي السوبرفيشال اتاتشمنت اوف كرينيال نيرفز تقول لي كل جزء من البرين ستيم اسمه ايه؟ وتقول لي مين النيرفز اللي هي ريليتد ليه؟ هتلاقي عندكم في الشيت عنوان لوحده سؤال لوحده اسمه سوبرفيشال اتاتشمنت. يتذاكر بعد ما تخلص البرين ستيم كامل.
طيب كده اتكلمنا على ايه اللي اسمها انتر بلانكر فوسا. نعلي الليفل شويه. في فين بيعمل كروس للفوسا دي اسمه بيزل فين، بيعدي على قصدي على السيربرا بلانكل. في مجموعه من الفيسلز مهمه عندي هي ايه؟ الارت ده اسمه بازلر. البازلر كان اصلا بدايته اسمه ايه؟ فيرتبرال. يجي هنا البازلر ارتري يتباكى ويبكي ويطلع منه تو برانشز اسمهم بكا. بكا اختصار متهيألي قلناها في الهيد والنك، بوستيريور سيربرال ارتري. طباخ السم بيدوقه. يعني ايه؟ القاعده الذهبيه بتقول لك في الارتري اللي بيعدي لازم يهدي. يعني ايه؟ البوستيريور سيربرال ارتري ماشي هنا يستعبط وهو ماشي على الميد برين يطلع منه حاجه اسمها سنترال برانشز. السنترال برانشز تعمل بيرسنج للبريس سبستنس اللي هنا، فيسموا البرانشز دي بيرفوريتنج برانشز. ولما تعمل بيرفوريتنج سبلاي الميد برين من الداخل وارياس ثانيه، فهنا في برانشز طالعه من البوستيريور سيربرال سبلاي البرين. خلي بالكم هناخد بعدين ان ربنا خلق هنا منطقه في البرين لاترال الاوبتيك كازما برضه بيرسد ببرانشز بتاعت ارتري اسمه اكا وارتري اسمه مكه. مين اكا ومكه؟ سمعناهم دي لما الاكا اي سي اي انتيريور سيربرال ارتري والمكه ميدل سيربرال، دول طالعين من الانترنال كاروتيد اللي هو ده. عملوا بيرسنج للمنطقه دي فسموا المنطقه دي انتيريور بيرفيرت سبستنس، وسموا اللي ورا ايه؟ بوستيريور بيرفيرت سبستنس. يبقى عندك كام بيرفيرت سبستنسز؟ ثلاثه. اثنين انتيريور بيرفيرت سبستنسز. مين اللي عمل لهم بيرسنج؟ سنترال برانشز اوف اكا اند مكا انتيريور ميدل سيربرال. اما البوستيريور بيرفيرت سبستنسز اللي هي تعتبر ككونتنت اوف انتر بدنكر فصه، مين اللي عمل لها بيرسنج؟ السنتر برانش بتاعت مين؟ بوستيريور سيريبرال. وبما انه هو معدي لازم يهدي يعمل لها سبلاي. في بعدين هناخد ان شاء الله ان الانترنا كورد ارتري اللي هو هنا بيطلع منه فرع اسمه انتيرو كورويدال عشان يعمل سي اس اف، يعدي على الميد برين يعمل سبلاي كمان للميد برين يساعد، يلا يعني ما فيش مشاكل يعني يمسي عليها كمان الانتيرو كورويدال ارتري. يبقى ده برضو يعتبر يساعدني في السبلاي. هناخد بعدين ان البازلر ارتري هيطلع منه فرع يغذي السيريبيلم من فوق. الارت ده اي كلام، اي كلام بالمصري يعني سكه. لما اقول لواحد انت شكلك كده اي كلام يعني مالكش لازمه، انت سكه. سكه تبقى ايه؟ سوبيريور سيريبيلر ارتري. اذا اللي بيعمل سبلاي للميد برين مين؟ البكه والسكه والانتيرو كورويدال. البكه اللي هو مين؟ الاساس بوستيرو سيريبرال. ربنا يعني افتكرت ان في انتيرو كورويدال تبقى 100 100، تبقى راجل مش سكه لو افتكرت السكه. سكه ده برانش من البازلر بيسبلاي السيربيلا من فوق وهو معدي يهدي يعمل سبلاي للميد برين. ايه السكه ده؟ اختصار مين؟ سوبيريور مش سيربرال سيربيلا الارتري. يبقى الرسمه دي جابت لي بلس سبلاي ميد برين. بالمناسبه السكه سكه بس مش سكه قوي. ليه؟ هيسبلاي السيربيلا وميد برين وبيعدي على البونز من فوق ما يعدي ويهدي. اذا السكه ده سكه كلام فاضي، ده ارتري محترم، ده بيسبلاي ميد برين وبونز وسيربيلم، فهو ارتري مش سكه مع ان اسمه سكه. طيب كده ايه؟ اتكلمنا على الميد برين من قدام. عايز اعمل ايه؟ هجيب الميد برين كده واروح اقلبه وابص على الباك. فلما اجي ابص، بص معايا يا ولاد، ده الميد برين، دي اللي اسمها ايه؟ دي ده وده كراس سيربراي. شايفين النيرف ده اللي هو مين؟ اوكلوموتور. عرفت ان هو اوكلوموتور ازاي؟ جاي من ناحيه ايه؟ الميديال. ومين النيرف اللي جاي من ورا ده؟ تروكلير. ده رقم 3 وده رقم 4. ايه ده يا شباب؟ اوبتيك تراكت. عمل اوبتيك ايه؟ كازما. ودي هنا بدايه اوبتيك نيرف. الفراغ ده اسمه ايه؟ انتر ايه؟ بدانكلر فصه. الرسمه دي اديها عنوان بيز اوف ذا برين. بص يا جماعه، حد يقول لي الاوبتيك كازما، شايفين المنطقه دي؟ ايه دي؟ دي وساخه جنبها. دي منطقه مليانه فيها اوبننجز، دي اسمها ايه المناطق دي؟ انتيريور بيرفوريتد سبستنسز. يبقى ايه؟ يبقى لما اقول لك What is the site? What is the site of anterior perfused substance? تقول لي ايه؟ Just lateral لمين؟ للاوبتيك كازما. اهي. Just lateral optic كازما. وفين البوستيريور perfused substance؟ شايفين يا اولاد؟ في الموست بوستيريور بارت اوف فصه اسمها ايه؟ انتر بدنكر فصه. نير اي نكرينال نيرف رقم كام؟ رقم 3. فممكن يقول لك What are the perfused substances؟ وتريح نفسك. تعال نبص على الباك بتاع برين ستيم، هنقلب البرين ستيم نبص عليه من الباك. لو بصينا على الباك بتاع برين ستيم اللي قصدي الميد برين هيبقى الحته دي. الجزء ده هبص عليه من ورا هنا عشان نفهمه. بص الاول على الرسمه دي. ده يا جماعه اللي اسمه التكتم.
اللي بتقله اكتر. واضح من الجنب لما اعمل فيه ساجيتال سكشن يعني ده نصه ان في تو اليفيشنز. الاليفيشن اللي فوق اسمه سوبيريور كوليكولس. كوليكولس يعني كره. واللي تحت اسمه انفيريور كوليكولس اي سي. ده هم باينين في الساجيتال سكشن لما اقطع كده ان هم اتنين. هتخيل ان رقبتي انا او رقبتي هي الميد برين. ده الانفيريور بارت. والزنجيره او العنفجه او القفا بالمصري هي البوستيريور بارت الباك بتاع النك. انا طلع لي في قفايا اربع حبات. الاربع حبات هم اربع كل كيلاي اربع كور. هقطع جسمي بتشرع عليا نصين وابص من الجنب. فلما اقطع جزئين نصين كده يبان لك كم في القفا كم واحده؟ اثنين بس. بس هم اكشوالي كم واحده؟ اربعه لان ده ساجيتال سكشن. اسمهم سوبيري كوليكولاي وكوليكولاس وانفيري كوليكولاس. لما ابص على الميد برين كامل هيبقى اربعه كده. الاسم كوليكولاس يمكن سهل بالنسبه لنا. بيسموه اسم زباله تاني. اسمهم ايه؟ اربعه كربورا كوادريجيمنا. ايه بقى كربورا دي؟ كربورا جمع ايه؟ كوربس. كوربس يعني ايه بالعربي؟ جسم. طب وليه كوادريجيمنا؟ كل حاجه كده سبحان الله حتى البرين ميد برين. ليه كربورا كوادريجيمنا؟ لانها ايه؟ اربع كور. فانت عندك اربعه اللي هم كربورا كوادريجيمنا. اثنين سوبيريور اللي هم اس سي. واثنين انفيريور هم انفيريور كوليكولاي. بينه وبينك بينهم من بعض في جروف. الجروف ده شكله ايه؟ كروس لايك. فيسموه كروشي فورم سالكس. يبقى اربعه كوليكولاي بينهم كروشيت او كروشي فورم سالكس. اثنين سوبيريور واثنين انفيريور. عايزين بقى نعرف حاجه بالنسبه للميد برين. الاربعه كور دول لاينج اباف هما اباف تو اسز وبيلو تو بيز. يعني عندك اربعه ليهم علاقه باربعه. اثنين فوقيهم صدفه غريبه بحرف البي واثنين تحتيهم بحرف الاس. يعني عشان لو جمعناهم بي اس بي اس تبقى كلمه بوس بوس. يبقى الميد برين او الميد برين او الاربعه كوليكولاي ليه علاقه بكلمه بوس بوس. ايه البوس بوس؟ بي اثنين بي فوق واثنين اس تحت. ايه البي اللي فوقه؟ هبص على الرسمه دي هنا اوضح. الجزء اللي بظلله ده اسمه داينكيفالون. الموست بوستيرو بارت منه اسمه باينيال بودي. خدتوه في الاستورج ولا لسه؟ طيب انا ما اعرفش انا هتخلص وما خدتش حاجه لسه. يسموها باينيال بودي او باينيال جلاند. الجسم الصنوبري بالعربي اللي يقال ان وظيفته اندوكراين جلاند. يعتبر كانه من ضمن خدتوه في سيولوجي كانه جلاند. ويقال انه بيطلع ميلاتونين. بيسموه اسم ايه بقى؟ ده يعتبر واحد من السنتر بتاعت السليبنج. سنتر النوم هو ده. واحد من سنترز النوم المحترمين يعني. يعني ده عندك شغال كويس قوي. فدي البانيال بودي او بانيال جلاند. الجزء الابيض ده يسموه الجسم الجاسي قلناه المره اللي فاتت او كوربس كالوزم. الكوربس كالوزم هو ده. اخر جزء منه ورا اسمه سبلينيوم. وسبلينيوم بالعربي يعني مؤخره. المؤخره دي فوق جسم الصنوبري اللي هو باينيال بودي. اللي هو فوق مين؟ التكتم. احنا قلنا عندك كام كوره؟ ادي واحده سوبير واحده ايه؟ انفيريور. فلما اجي اقول لك ان التكتم ريليتد اباف تو وات؟ باينيال بودي سيبريتنج ات فروم سبلينيوم. عشان تبان لك حكايه سيبريتنج لازم رسمه ايه؟ ساشتا سكشن. انا عملت ايه؟ تخيلت ان انا شلت كل ده ورحت بصيت هنا. حرف البي ده هو الباينيال بودي او الباينيال جلاند. طب في عندي نواه هتاخدوها في السبيشال سنس في البيسيولوجي في الفيجن اسمها بري تكتل. اللي هي دي بري يعني امام او قبل. دي او دي ده بحرف البي. دي وظيفتها ايه؟ سنتر لحاجه اسمها لايت ريفلكس. ايه اللايت ريفلكس؟ لما اجي يا جماعه وانت ماشي بالسياره بتسوق ولا حاجه او جبت تورش كشاف على عينك على الاي هيحصل ايه في البيوبل؟ يبدا البيوبل يحصل له كونستريكشن ولا دايلاتيشن؟ كونستريكشن. ايه الهدف منه؟ ان انا اقلل كميه اللايت عشان ما يحصلش بيرننج للريتنا للشبكيه. فده بروتكتيف ريفلكس. ده محتاج سنتر. السنتر نواه اسمها بريتكتال نيوكليس. وضعها ايه؟ امام التكتم او اعلى التكتم. يبقى دي اسمها بريتكتال. بالمناسبه هسال سؤال صعب هتاخدوه في الفسيولوجي مهم جدا. يقول لك ايه؟ لو انا جبت لايت اهو ده مصدر ضوء تورش كشاف وسلطته على 1 اي. ازاي سلطته على 1 اي؟ ما كده كده غصب عني. بتعمل تست ده في العمل ازاي في الفسيولوجي؟ عارفين خدتوه ولا ايه؟ بتجيب كتاب او حاجه وتحط ايدك قدام النوز بتاع البيشنت وتحاول تجيب اللايت من السايد بتاع البيشنت.
يوم يحصل في العين دي والعين تانية لايت كونستراكشن. العين اللي اتنبهت اسمها دايركت لايت ريفلكس، والتاني اسمه اندايركت، او اسمه التاني ايه؟ وقف حمار الشيخ عند العقبة. دايركت مفهومة، التاني اكيد اندايركت ما مش محتاجة. اسمه برافو كونسنشوال. الاسم الاهم ايه اندايركت دي؟ ما معنى كونسنشوال كروسنج؟ يعني ايه كروسنج؟ يعني انت لما سلط الضوء على العين هيروح اللايت للنواة اللي اسمها بريتكتال نيوكلس مثلا بتاع العين دي، اهي الضوء جالها هنا، في فايبرز من هنا تروح الناحية العكسية تنبه الناحية التانية، تنبه نواة مسؤولة عن اللايت ريفلكس اسمها ايدينجر فيستيفال نيوكلس، تنبه الباثوي بتاع الناحية العكسية. فبيحصل الاستيميليشن فين؟ في البوث ايز. فاذا يبقى الاستيميليتد اي اسمها دايركت ريفلكس، العين التانية هتجيلها فايبرز من النواة دي بتاعت دايركت ريفلكس، فيسموا الفايبرز دي بتعدي كروسنج او كونسنشوال، او الاسم البلدي الاندايركت لايت ريفلكس. خلاص يا ولاد، يبقى دي اندايركت، يبقى دي النواة بتاعتها سنتر بتاعها مين؟ تكتل نيوكليس. نفترض واحد يا ولاد جاله تيومر في البينيال جلاند، بتيوتري بينيال جلاند تيومر، التيومر ده ممكن هيعمل ايه؟ اعتبر دي الفايبرز اللي تعمل كروس من ناحيتين، هيقعد الورم يكبر يكبر لحد ما يقطع لي الفايبرز اللي عامله كروسنج. هاو تو دايجنوز بينيال جلاند تيومر؟ من بالتورش اجيب اللايت ريفلكس. انا مثلا شاك ان حصل ايه، قطعنا لللينك، وصلت الضوء على العين اليمين، هل يحصل فيها كونستركشن ولا لا؟ يحصل، ما السنتر بتاعها سليم. لما بص العين التانية ليها موجود؟ لا لوست. طب لو عملنا العكس، سلطنا الضوء على العين دي، يحصل، هل يحصل بعين التانية؟ لا. يبقى هاو تو دايجنوز بينيال جلاند تيومر، ده من الفسيولوجي المفروض عارفينه، باي لوس اوف اندايركت او كونسنشوال لايت ريفلكس، لانها بتعمل كاتنج للفايبرز اللي عامله كونكشن او لينك. هو اللينك مش ما بين الاثنين بريتكتال نيوكلياي، ما بين التو باثويز، مش قضيه بعدين نعرفها يعني في الهيستولوجي. طيب كده ده اللي هو الاثنين بيز اللي اباف الكوليكولاي. ايه بقى الاثنين اسز اللي تحت الكوليكولاي؟ في باندل بتوصل الاوردر من السيربيلم الى الميد برين او العكس، والباندل دي اهي مثلا السيربيلم عندي هو اللي ورا هنا، السيربيلم ده مكان السيربيلم، الباندل دي هتوصل تبدا من الناحيه العكسيه كده، يعني اليمين بيروح شمال والشمال يروح يمين. اسمي الباندل دي اس سي بي، تفتكروا اختصار ايه؟ سوبيريو سيربيلا بدنكل. اذا هناك في الباك اوف برين ستيم، صح ولا غلط، تو ديكاسيشنز. ايه تو ديكاسيشنز؟ اول ديكاسيشن ما بين ايه؟ الاثنين تروكليار نيرفز، اليمين يروح شمال والشمال يروح يمين. والديكاسيشن في اللور بارت اوف ميد برين، الفايبرز اللي من الميد برين للسيربيلم انها عكسي بيعمل كروس مع الناحيه العكسيه، فده برضو اسمه ديكاسيشن. يبقى عندك اثنين ديكاسيشن، شمال عمل كروس مع اليمين، يبقى دي الباندل اهي، ادي اول اس تحت الاثنين اربعه كوليكولاي. الاس الثانيه في شيت اوف وايت ماتر، هعملها بالاصفر، بتكستند ما بين الاثنين بدنكلز، والشيت ده بيبقى بيرسد فوق بالنيرف. يعني احنا عندنا، مش احنا قلنا في تروكلير نيرف، التروكلير نيرف بيعمل بيرسنج للشيت ده، يسموا ايه الشيت ده؟ ها اسمه سوبيريور، سهله، والام ميدلري، والفي فيلم. يا فرحتي، فيلم مفرد والفاء جمع، فيلل بلالي فلول فيلا، اليو ام تتحول الى ايه؟ سيبك وقت، خلينا في السنجل بس ولا بلورال ولا حاجه. ما معنى بقى فيلم؟ هنمشيها المعنى السهل كفر. المعنى الحرفي البرقع. وما هو البرقع؟ تخيل، بص احنا قلنا بتاع نيورو دماغهم ايه عاليه. نتخيل واحده جميله جدا، بنت كل حاجه، حبت تلمس البرقع. عارفين البرقع اللي بيحطوه على هنا؟ منتشر في الخليج اكثر، او اللي هو النقاب. فهي واحده تمام ممتاز، دي ودنها هي بس فيه كده، دي ودن يمين ودي ودن شمال، معايا يا بنتي؟ هعمل ايه؟ اجيب برقع. البرقع عندي نفسها ده اسمه فيلم باللاتيني، هيمتد من الودن دي للودن دي، قال ايه؟ هيغطي الوجه. انا ابص بقى لخيال المريض، ده برقع، معرفش عندهم اللاتيني البرائع دي منين جابوها. فده هيعمل ايه؟ هيمتد من البلانكل ده للبلانكل ده، يغطي مين تحتيه؟ يعني انا اتخيل ده ممبرين، عباره عن ممبرين اللي انا شايفه، البرقع ده ماشي كده. لو جيت رفعته وحطيت ايدي، انا في اي سبيس؟
فورث فينتكل. يبقى البرع ده مش مغطي تحتيه وجه، مغطي تحتيه ميه، فكان الكفر للسبيس اللي اسمه فورث فينتكل يعتبر بقى روف ولا فلور؟ روف. يبقى اتنين اسز اللي تحت الميد برين اللي هم مين؟ السوبيريور فيلم اكستندنج اللي هو وايت شيت او ميمبرين ما بين اتنين، ما بين اتنين سوبيريور سيربيلا بيدانكل، اند ات از بيرسد باي وات؟ تروكلير نيرف. يبقى ده كده اللي اسمه سوبيرو ميدلري فيلم، هنمشيها برقع او يشمك او او كفر وخلاص. فين هو يا جماعه هنا في الرسمه؟ هو ده، ده السوبيرو فيلم، سوبيرو ميدلري فيلم. ولما نقول السوبيرو يبقى اكيد في الاناتومي، اكيد في انفيرو فيلم هيمتد ما بين مين؟ ايه ده، عايز واحد عبقري بقى، ما بين مين؟ ما بين الاثنين انفيرور سيربيلا البيدانكل. فين هنا في الرسمه؟ هو ده الانفيرو فيلم. يبقى لما اقول لك ده الفورث فينتكل يا اولاد، الروف بتاعه مين؟ برائع. برع اللي فوق اسمه سوبيرو فيلم، ممتد ما بين اثنين سوبيرو بيدانكلز، والبرع اللي تحت انفيرو فيلم ما بين اثنين انفيرو بيدانكل. بس عايز بقى واحد منكم ايه شاطر، معلش تعالى ابني تحت، تعالى ما تكسفش، تعالى بص يا ابني هايل. الراجل ده اسمه ميد برين، معلش معلش اللي حصل حصل، ده السوبيرو سيربيلا بيدانكل وانا مضلة وده الانفيرو بيدانكل، كويس. عملنا ايه؟ مش تايتانيك، عملنا دايموند. تايتانيك لازم ورا، عملنا شكل، تعالى كده بس، عملنا شكل كده بالمنظر ده، شكل دايموند، كويس. المفروض هجيب ايه؟ شيت هنا اسميه سوبيرو فيلم وهنا انفيرو فيلم، تحتنا الفلور فورث فينتكل. بس حقيقه الامر الاثنين بيدانكلز مش في هورزونتال بلين، عاملين كده، فاهمين قصدي يا اولاد؟ لما تيجي تبص من الجنب شكل الفورث فينتكل هيبقى تراينجل ولا فلات كده؟ تراينجل. التراينجل سببه ان الاثنين بيدانكلز طالعين لفوق، فيبقى ده كده سوبيرو فيلم، معايا يا شباب؟ واللي تحت هنا مين؟ اللي ماشي هنا مين؟ انفيرو فيلم. بنعتبر البيدانكلز باوندري للفورث فينتكل وفي نفس الوقت جزء من الروف. ليه جزء من الروف؟ لان هو مش نازل كده، طالع لفوق، فاحطه باوندري واحطه كمان تبع مين؟ الروف. كتر خيرك. يبقى ده الفورث فينتكل كده. احنا بقى بالمره الشيء بالشيء اذكر، بما ان ده السربلم، بص يا جماعه ده السربلم، الجزء ده من السربلم اللي هيبقى ريستنج اوفر ذا فيلم اعتبره تبع الروف، اسميه لينجوا. لينجوا يعني ايه؟ لسان. والجزء ده من السربلم اللي هيبقى ريستنج على الفورث فينتكل من تحت على الفيرو فيلم يسموه جزء ده نوديول، وبعدها تونسل لوزا، نوديول وتونسل. يعني من غير ما اقصد انا شرحت المفروض ايه؟ روف اوف فورث فينتكل من مذاكره برينستون، وبينه وبينك الفلور اوف فورث فينتكل هو الباب بتاع مين؟ بونزو مضلة. يبقى الروف بتاعك معمول منين؟ يلا تاني يا ولاد. اللي فوق سوبيرو بيدانكل، تحت انفيرو بيدانكل، فوق سوبيرو فيلم، تحت انفيرو فيلم، فوق جزء سيربيلم، تحت جزء سيربيلم، يبقى ده الفلور. طب لو قلت لك الباوندر بتاعت الفورث فينتكل دول اعتبرهم ايه؟ اباب ان لاترال مين؟ السوبيرو بيدانكل. طب وده مين اللي تحت ان لاترالي؟ مش انفيرو بيدانكل بس، شامله معاها النواتين دول اللي اسمهم ايه؟ جراسيلو كونيت. يعني فوق بس سوبيرو بيدانكل، تحت الانفيرو بيدانكل، ودخل معاهم الجراسيلو كونيت. طب وات ار ذا لاترال انجلز اوف ذا سيربيلم او فورث فينتريكل؟ ات سايت اوف ميتنج ما بين مين ومين؟ السوبيرو انفيرور. يعني لما اقول لك باوندرز اوف فورث فينتريكل خلصت، ديفينيشن اوف فورث فينتريكل خلص. وات از ذا ديفينيشن اوف فورث فينتريكل؟ عرفوا لي. ات از، او اكيد ات از ولا هي ولا شيء، ات از كافيتي اوف هايند برين، صح؟ مين هايند برين؟ ما بين مين ومين؟ بونز ومضله ان فرونت والسيربيلم بيهايند. طيب الشيب، والله لو هبص عليه من السكشن سيكشن يبقى شكله ايه؟ تنت شيب، تنت خيمه او تراينجل. لو هبص عليه من الباك يبقى شكله ايه؟ دايموند. خلصنا ديفينيشن وشيب من غير ان اقصد النيورو، زي البازل، زي المكعبات، فهمت جزء هتعرف تربط اللي بعديه. طب خلصنا ديفينيشن وشيب، باوندرز. الفلور متكون من كام جزء؟ اللي بالتفصيل لسه ما خدناهوش، ابر بارت بونتاين واللور مدلري، بوث ار سيبريتد باي فايبرز اسمها ايه؟ ميدلر استراي.
الروف اتنين سوبيريور سيربيلم بدانك لفوق واتنين تحت انفيريور. سوبيريور فيلم اباف انفيريور فيلم تحت. ايه تاني؟ السوبيريور فيلم ريستنج اباف ات في اوفر ات في ايه؟ لينجو اوف ذا سيربيلم هنا نوديول اند تونسل اوف سيربيلم. فاضل لي ايه؟ البوردرز اباف السوبيريور سيربيلم بدانكل بيلو الانفيريور بجراسيلو كونيه تيوبريكل. التو لاترال انجل عباره عن ايه؟ سايت اوف ميتنج او كروسنج ما بين سوبيريو انفيريور. خلاص يبقى لازم يتذاكر فورث فينتكل ايميديتلي جاست افتر بريستم. طيب كده قلنا ايه الجزء اللي اسمه كوليكولاي. نايس بس المعلومه هنا الكوليكولاي دي وظيفتها ايه؟ الكوليكولاس اللي فوق سنتر لحاجه اسمها فيجوال ريفلكس. اي ريفلكس فيجوال ما عدا اللايت، لان احنا قلنا اللايت وظيفه اي نواه اسمها ايه بحرف البي؟ بريتكتل. زي ايه فيجوال ريفلكس؟ حاجه اسمها اكوموديشن ريفلكس. ايه الاكوموديشن؟ لما ابص على حاجه قريبه ولا حاجه الاقي عينيا الاثنين يحصل لهم كونفرجنس اللي هي الاثنين ميديركت يشتغلوا. اما النواه اللي اسمها انفيريور كوليكولاس سنتر لحاجه اسمها اوديتوري ريفلكس. زي ايه؟ زي ريفلكس اسمه سباينو فيجوال. يعني ايه سباينو فيجوال؟ وانت ماشيه كده في الشارع حد ايه؟ حد معدي كده جنبك بالسياره عمال تيت صوت عالي. هتضطر تعمل ايه؟ تيرنينج يور هيد تو ذا سورس اوف ذا ساوند. مش معقول هيجي لك سياره من هنا وتروح تبص الناحيه الثانيه، مش عبيط. هتبص الناحيه دي، ايه اللي يخليك تبص الناحيه دي؟ ان حصل لك سيميليشن للريسبتور بتاعت الهيرنج. نبهت انفيريور كوليكولاس راحت بعدت امبلسز للسنتر اللي فوقها السبيريو كوليكولاس بتاع الفيجن عشان عينك تركز، وبعدت امبلسز نزلت تحت للفايف للسنترز بتاعت السباينال اكسسوري نيرف اللي بيشغل لك ترابيزس وستيرنوماستويد فتعمل تيرنينج لهيد. فده يسموه سباينو فيجوال، بدايه هيرنج بعدين نبهت مين؟ فيجن اند مين؟ سباينال كورد عشان اعمل تيرنينج لهيد. السنتر بتاعه اسمه انفيريور كوليكولاس. طيب في بقى حاجه اخيره، ان السبيريو كوليكولاس يطلع منها دراع ارم. الدراع ده هيوصلني لنواه. النواه اسمها جينيكوليت. جينيكوليت يعني ركبه، جينو يعني ركبه بالفرنش. النواتين هما اتنين جينيكوليت، اللي فوق اسمها لاترا جينيكوليت ال جي بي، واللي تحت ميديال جينيكوليت بودي. اللاترا جينيكوليت بودي دي بيجي لها الفايبرز من الاوبتيك تراكت. طب ازاي يا دكتور؟ ادي الاوبتيك تراكت، هترجع لورا بصوا معايا الكيرف ده، هتلاقي نواه انا مش شايفها اللي منقطه هنا. النواه دي اسمها كان دي الاوبتيك تراكت، اسمها ايه؟ لاترال جينيكوليت بودي. بنعتبر اللاترال جينيكوليت بودي الثيرد اوردر نيرون بتاع الفيجوال باثوي. هتاخد حاجه اسمها في الفيجوال باثوي حاجه اسمها اوردر نيرون. سمعتوا كلمه اوردر نيرون؟ فدي تبع الفيجوال باثوي. يبقى ايه الفرق بين السبيريو كوليكلاس واللاترال جينيكوليت بودي؟ سبيريو كوليكلاس فيجوال ريفلكس، لكن لاترال جينيكوليت بودي فيجوال باثوي. ايه الفرق بينهم؟ انا دلوقتي عشان اشوف الطباشير ده انا رايت الطباشير، رايته يبقى فيجوال باثوي. نتج عن الرؤيه دي رد فعل ان البيوبل فجاه حصلها كونستركشن او حاجه، يبقى ده فيجوال ريفلكس. يبقى دايما الريفلكس تالي الموضوع مين؟ الباثوي. ما ينفعش يعمل لي مثلا ريفلكس في الاي من غير ما اكون شفت الحاجه، يبقى لازم اشوف الاول وبعدين يحصل لي ريفلكس. فاللايت يوصل هنا وبعدين يوصل عن طريق الدراع ده للسبيريو كوليكولاس، ده بتاع الريفلكس. يبقى الدراع ده بقى بيسموه ايه؟ اللي يربط السبيريو كوليكولاس باللاترال جينيكوليت بودي يسموه سبيريو بريكيوم. بريكيوم يعني دراع. ولو مش عاجبك لا لا اسمه نيلتين اسمه سبيريو بريكيوم كوادريجيمينا عشان دي رباعي، هو سبيريو بريكيوم اسهل. اما الانفيريو كوليكولاس بيطلع منها بيروح ليها في دراع اسمه انفيريو بريكيوم، يوصل للميديال جينيكولوت بودي. الميديال جينيكولوت بودي بيخش فيه فايبر اسمها لاترال لمنسكس، ده يعتبر واحد من الباثوي بتاع الهيرنج. انت لما تسمع الصوت يروح لاترال لمنسكس لمين؟ لميديال جينيكولوت بودي كونكتد بالانفيريو كوليكولاس باي دراع؟ بالانفيريو بريكيوم. يبقى انت خدت الاربعه دول ريفلكسز، لكن الاربعه دول اللي هم جينيكولوت بودي باثويز. اللاترال جينيكوليت بودي والميديال جينيكوليت بودي بيسموهم اسم على بعض، يسموهم ميتا ثالامس. الميتا ثالامس هو مكانه هنا. ميتا عارفين يعني ايه ميتا؟ ما بعد الثالامس. جزء منين؟ من الدايكيفالون. يبقى لما اقول لك ذا ميد ذا برين ستيم از كونكتد، اديني اكزامبل كونكشن ما بين برين ستيم ودايكيفالون. برين ستيم ممثل في الكوليكيلاي، دايكيفالون ممثل في مين؟ في جينيكوليت بودي اللي اسمهم ايه يا ولاد؟ لاترال اند ميديال. كده خلصنا ايه عشان حضراتكم؟ خلصنا ميد برين، خلصنا بونز. فاضل لي بقى المحاضره الجايه ان شاء الله بعد السكشن
هشرح ايه باك اوف شرجين اللي هو بتاع ده اسمه ايه الفورس فينتركل ده، واكمل بقى الفورس فينتركل بس مش هنطول لان عندي حاجه اعملها.